تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وأيضا ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح كذلك في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية التي تشغل بال الجميع، فوقتا ممتعا نتمناه لكم عبر هذه الساعة الإذاعية الصحية. مستمعينا مثل ما عودناكم دائما، ولا خلوني أرحب بمخرجنا أول شيء أستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر له في التنسيق معنا الأخت أشواق، وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف. مستمعينا مثل ما عودناكم دائما في بداية هذا البرنامج نأخذكم في جولة إخبارية على أهم ما طالعتنا بها الصحف المحلية والعالمية من أخبار. في خبر يقول الاكتئاب الحاد يزيد من خطر الإصابة بالخرف. أكد علماء هولنديون في المركز الطبي لجامعة إيراسموس في روتردام بهولندا أن حالات الاكتئاب الحادة يمكن أن تسبب خطر الإصابة بمرض الخرف في سن متأخرة، حيث كانت قد نشرت دراسة في المجلة العلمية The Lancet منذ عام 1990، وشارك فيها حوالي 3325 شخص من مدينة روتردام تتجاوز أعمارهم 55 سنة. في البداية لم يتم تسجيل أي إصابة بمرض الخرف لدى المشاركين، لكن اكتشف لاحقا ظهور حالات الاكتئاب بين عامي 1993 و2004، وقاد عملية البحث الدكتور عرفان إكرام الذي أوضح أن المرضى المصابين بالاكتئاب الحاد كانوا معرضين أكثر للإصابة بالخرف. في الوقت نفسه لم يستطع الخبراء إيجاد علاقة بين حالات الاكتئاب العرضية والعادية والإصابة بالخرف، ويشير الباحثون إلى وجود أنواع مختلفة لمرض الاكتئاب، لذا فمن الصعب الجزم أن الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى الخرف، في حين تؤكد الدراسة أن حالات الاكتئاب الحادة تزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف في سن مبكرة. في خبر ثاني زين، ودراسة ثانية تقول تغيير الصورة السلبية عن الذات يعالج الاكتئاب. أوضحت دراسة جديدة أن تغيير الصورة السلبية عن الذات من خلال العلاج الذهني قد يساعد الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب المتكرر أكثر من أي نوع آخر من العلاج. ويركز العلاج المعرفي على أن تحل أنماط بناءة أو عفوا أن تحل أنماط بناءة من التفكير محل أنماط التفكير السلبية، ويركز التأمل الذهني على إدراك الأفكار والمشاعر الواردة وقبولها دون الاستجابة لها. ووفقا لكبير الباحثين في الدراسة ويليم كويكن من جامعة أكسفورد البريطانية، فإن مزج الأساليب العلاج الذهني بالعلاج المعرفي ينبغي أن يكون خيارا بالنسبة إلى المرضى. وقال كويكن لرويترز هيلث
في رسالة بالبريد الإلكتروني. الأمر يتعلق بالخيار بالنسبة إلى المرضى وإضافة خيار آخر للأشخاص المعرضين بشكل كبير للإصابة بالاكتئاب مرة أخرى كي يظلوا بحالة جيدة على المدى الطويل. طبعا حلل فريق البحث بيانات 1258 مشارك من تسعة تجارب عشوائية محكومة قارنت بين العلاج المعرفي المستند إلى العلاج الذهني بأشكال أخرى من العلاج للاكتئاب المتكرر بين الأشخاص الذين خرجوا بشكل كامل أو جزئي من حالة الاكتئاب. بشكل عام فإن الأشخاص الذين تلقوا العلاج الذهني المعرفي كانوا أقل عرضة بنسبة 31% للإصابة بالاكتئاب مرة أخرى بعد 60 أسبوع مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا أشكال أخرى من العلاج، وكان هذا النوع من العلاج مفيد بغض النظر عن العمر، الجنس، التعليم، الحالة الاجتماعية، لكن فائدته تجلت بشكل واضح بين الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب الحادة مقارنة بأنماط أخرى من العلاج. أنا أبغى أعلق على هذا الخبر حقيقة، لأن تغيير الصورة السلبية عن الذات وجهة نظري ما يعالج فقط الاكتئاب، ولكن يعالج وايد أمراض، وايد سلوكيات، وايد عادات. نحن للأسف إذا ما نظرنا لأنفسنا على أساس أن نحن هذه النفس قيمة يا أخي. إذا تطلع الصبح حب نفسك يا أخي، كلم نفسك، استمتع وانت تكلم نفسك، إذا سويت شيء زين كافئ نفسك. فهذه مش أنانية ولا حب ذات زيادة عن اللزوم، لا حب ذاتك. أنا أقولك حب ذاتك يا أخي، أنت إنسان جميل يا أخي، أنا جميل، أنا حب نفسي. دائما ردد هذه الأمور في داخلك، كلم نفسك يعني بشكل أو بآخر راح تنتقل هذه الطاقة الإيجابية وبتنعكس على كل شيء حواليك. يعني أحيانا إجلس في السيارة ابتسم، بس أقعد شيء مبتسم، استانس، شوف الحياة في نص الزحمة أنت ابتسم، اغصب نفسك ابتسم، بتشوف الأمور تمشي. لأن بالفعل الصورة اللي أنت تشوف فيها نفسك بتشوف العالم فيها. نقول بعد خبر أيمن، لأن الإيش هاي الأخ، لأن أحيانا على كثر ما تحاول تغير في الناس اللي حواليك، تحاول تخليهم إيجابيين، تحاول تخليهم ينظرون إلى الحياة بنظرة إيجابية، الحياة حلوة، الحياة فيها كل الأمور اللي تخليك مستانس، تخليك سعيد. أنت يعني اللهم لك الحمد، نحن رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإسلام، فكل شيء نسويه يعني مرتبط بشيء قيم جدا اللي هي العبادة رب العالمين. فبالك إذا قعدت أنت تشوف الدنيا تي بفرح، بإيجابية، بتفاؤل، وين ما تروح تحصل الحياة حلوة. لأن هذا خيار بيدك، أنت تختار أنك أنت تكون سعيد ولا تكون إنسان غير سعيد. ما بقول يعني حزين، سعيد أو غير سعيد. طيب في خبر حقيقة، أنا يعني واحد من الإخوان اللي من فترة كنت أتابع على السناب، زميل منذر مزكي أوجه له التحية، كان في تطرق لموضوع وايد جميل، أنه شل مبيض أو مادة تنظيفية كانت تحت المغسلة وبالغلط يعني نزلت على سياد الموكيت، يسمونه الإخوان العرب، وحرقت الموكيت. فكان يحذر من وضع هذه المواد يعني في أماكن في متناول الأطفال. هني بخبركم عن
دراسة أمريكية حذرت من أن الأطفال الذين يتعرضون للمواد الكيميائية المستخدمة في منظفات الغسيل السائلة قد يكونون في خطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل مشاكل في التنفس، مشاكل في القلب، وحتى لا سمح الله الموت. الدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال وجدت أنه خلال الفترة ما بين يناير 2013 إلى ديسمبر 2014 تلقت مراكز مراقبة السموم في الولايات المتحدة 62,254 مكالمة هاتفية متعلقة بتعرض الأطفال لسائل الغسيل ومنظفات غسالة الصحون. تخيلوا، يعني اعتبرت حالات التسمم بسائل تنظيف الغسيل الأعلى نسبة بزيادة 17% خلال فترة الدراسة لمدة عامين، كما تلقت مراكز مراقبة السموم في الولايات المتحدة أكثر من 30 مكالمة في اليوم عن الأطفال تعرضوا لمسحوق الغسيل، أي مكالمة واحدة كل 45 دقيقة، وتم إدخال طفل واحد على الأقل إلى المستشفى بسبب التعرض لمحتوى مسحوق الغسيل. إضافة إلى ذلك شهدت الدراسة حالتي وفاة لأطفال تعرضوا لمنظفات غسيل السائلة. وأشار الباحث المشارك في الدراسة مارسيل كازافانت رئيس قسم السموم في مستشفى الأطفال في ولاية أوهايو الولايات المتحدة، العديد من العائلات لا يدركون مدى سمية هذه المنظفات، والحد من الحوادث الناجمة عن تعرض منظفات الغسيل نشرت منظمة المعايير الأمريكية مجموعة جديدة من المعايير الفنية التي تطالب شركات تصنيع منتجات التنظيف بوضع ملصقات تحذيرية على منتجاتها. طبعا نحن نحذركم من هذه الأمور، لأن ليش قريت هذا الخبر؟ لأن تذكرت التحذير اللي طلع زميل منذر في السناب، وشفت يعني المادة حارقة. يعني تخيلوا هذا شو سوت في السيادة أو الموكيد، حرقته، فما بالك هذا دخل في بطن الطفل، شو ممكن تسوي فيه؟ عموما نحن ما نطلع مع هذا الفاصل وما نرجع لكم بعد الفاصل إن شاء الله، وما نستكمل فقرات برنامجنا، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة وعساكم دوم في صحة وسعادة. ومرة ثانية نحييكم مستمعين الكرام، ونرحب كذلك بضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة. لكن قبل ما أسترسل بالحوار معاها بقراكم يعني هذه المقدمة. مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للمستشفيات اختار الدكتور منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة لعضوية المجلس، وجاء اختيار الدكتورة منى لهذه العضوية المرموقة بالإجماع وخلال الاجتماع الدولي للمجلس الذي عقد مؤخرا في هونغ كونغ. وأكد الحضور في حيثيات الاختيار على قدرة المرأة الإماراتية على تولي هذه المناصب رفيعة المستوى. أيضا أشاروا إلى مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدمة عالميا وريادة مدينة دبي على وجه التحديد، وما تنطلق إليه الهيئة بدبي من تقديم نموذج طبي عالمي من الطراز الأول تقوم على قيادة التطوير في نماذج مشرفة من أمثال الدكتورة منى تهلك. طبعا الهيئة كانت رشحت الدكتورة منى تهلك لعضوية المجلس رغبة منها في تولي الخبرات المواطنة للعديد من المراكز الدولية المتخصصة. هني أعرب معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي عن اعتزاز الهيئة وتقديرها باختيار امرأة إماراتية لهذه العضوية المرموقة. دكتورة ألف مبروك أول شيء. الله يبارك فيك أخوي محمود. وهو حقيقة يعني اختيار في مكانه، أنا شهادتي فيك مجروحة جدا، لكن بأمانة ساعدنا كثيرا بهذا الاختيار، ساعدنا كثيرا أن نرى نموذج مشرف للمرأة الإماراتية يتولى مثل هذا المنصب. يعني الآن المستمعين دكتورة يليت نعطيهم فكرة عامة عن الاتحاد العالمي للمستشفيات، المهام وعدد الأعضاء اللي موجودين فيه إن شاء الله. طبعا الاتحاد الدولي للمستشفيات أخوي محمود تأسس في عام 1929
في صورة منظمة دولية غير حكومية وبعضاء من أكثر من 100 دولة. مقر الاتحاد في جنيف في سويسرا، وهي يعني الاتحاد هذا بوصف يعني بوصفه كهيئة تجمع كل المستشفيات في جميع أنحاء العالم. رؤية الاتحاد الدولي للمستشفيات هي الريادة العالمية في مجال تسهيل تبادل المعرفة والخبرات في إدارة القطاع الصحي، وتحت الإدارة نحط خطين والمستشفيات بين الدول. فهدف الاتحاد هو تحسين جودة رعاية المرضى ودعم المنظمات في تعزيز وتقديم الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات الدولية التي تعمل على تحسين التفاعل بين المستشفيات. يعني الاتحاد يركز على الجانب الإداري وأفضل الممارسات الإدارية في إدارة المستشفيات. إحنا نعرف أن لضمان نجاح أي مؤسسة لابد من وجود إدارة ناجحة. جميل دكتورة، أنا الآن أبغى أتوجه إلى أهمية العضوية في هذا الاتحاد بشكل عام، وأيضا وجودك على رأس هذه على رأس هذا هذه المنظمة إن صح التعبير، أو هذا الاتحاد العالمي للمستشفيات. نعم طبعا في الاتحاد الدولي للمستشفيات في تبادل للمعرفة، تبادل للخبرات. هي يعني تحتضن مؤتمرات كثيرة، ومن أهمها المؤتمر العالمي للمستشفيات والقمة العالمية للمستشفيات. المؤتمر القادم إن شاء الله بيكون في دربن في جنوب أفريقيا، وهيئة الصحة في دبي طبعا مشاركة إن شاء الله في هذا المؤتمر. ستقوم بتقديم نماذج لخدمات مبتكرة في مستشفيات هيئة الصحة في دبي لكي يستفيد العالم إن شاء الله من هذه النماذج. يعني اليوم إحنا ما شاء الله هيئة الصحة في دبي أصبحت وجهة عالمية في تقديم أفضل الخدمات وخدمات ذات جودة عالية. يعني لا يخفى عليك أخوي محمود مركز الإصابات في مستشفى راشد في قائمة أفضل 10 مراكز على مستشفى ألمانيا وأوروبا. مركز جراحة المناظير عندنا في مستشفى لطيفة يعني حاصل على مركز تميز من الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير، ويستقطب اليوم المركز هذا مرضى من جميع الدول وبالأخص أوروبا. وحدة العناية المركزة عندنا في مستشفى لطيفة للأطفال الخدج كذلك من أفضل المراكز على مستوى الدولة في تقديم الخدمات. فاليوم العالم صار العالم صغير، يعني الكل يبغي يعرف أفضل الممارسات عشان يقدر يطبق عنده. فلهيئة الصحة في دبي طبعا دور كبير في 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 هذا يعني. جميل. فهذا المستوى أحس وهذه الجودة شجعت الكثير من يعني الجامعات حتى والمستشفيات العالمية في التعاون معنا. وطبعا للاتحاد الدولي في هذا يعني هم شرف أن احنا نكون جزء يعني من وعضو في الاتحاد نفسه. طيب دكتور، أنا أبغي أسألك الآن يعني حصولك على منصب الرئاسة في هذا الاتحاد، هني أنا أبغي أسألك شو الأجواء، شو اللي صاحب الوصول لهذا الموقع الرفيع على المستوى الطبي؟ طبعا هذا كان أول شيء. يعني أنا أحب أشكر معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي على ثقته وتقديره للكوادر المواطنة، وأنه يعني يرى فينا المثال يعني في الإدارة وإدارة المستشفيات. فهو رشحني لهذا المنصب في الاتحاد الدولي، وكان حضور وكان هذا باجتماع في هونغ كونغ اللي حصل الأسبوع اللي طاف بحضور الأعضاء اللي من 21 دولة. طبعا هم العضوية أكثر من 100 دولة، لكن اللي يقدرون يصوتون فقط 20 أو 21 دولة لها حق التصويت والاختيار في العضو اللي يكون في مجلس المحافظين عندهم. وبالإجماع ولله الحمد كان التصويت يعني لي أن أكون وياهم في هالمجلس. والله دكتورة نحن فخورين يعني جدا بهذا الإنجاز وبهذا الدور الكبير اللي تقومون فيه يعني في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية. دكتورة شوية بعيد عن المستشفيات، بعيد عن
المنصب هذا. أنا أبغى أسألك الآن كمرأة إماراتية، طبيبة إماراتية، ما شاء الله عليك دكتورة، يعني مديرة مستشفى، أيضا عندك التزاماتك الطبية، تقومين بإجراء بعض العمليات، بعض الشغلات اللي في المستشفى كذلك. الآن رئيسة للاتحاد الدولي، الاتحاد العالمي للمستشفيات، أبغي أعرف العيال والبيت شو وضعهم وياك؟ سؤال مهم جدا سبحان الله. طبعا يعني الواجبات كثيرة، ولكن أنا يعني دائما أقول إن الواحد يحط الأولويات، لازم في أولويات سبحان الله، وكل حد لازم يأخذ حقه بالتنسيق وبالتوزيع. يعني دوري هني كأم طبعا وكزوجة مهم جدا، وأنا يعني أخوي محمود ما بصدق يعني ليومك أنا اللي أدرسهم وأنا اللي أيدس وياهم، ما عندي يون مدرسات برا يعني ويدرسون البنات وشي، فلأن أحس هذا واجب وهذا مهم جدا يعني كدور في دوري كأم وامرأة. طبعا اللي يساعد ما يعني صعب ان انا اقدر اسوي كل هذا روحي، فهني دور الاهل، دور الزوج. انا يعني احس محظوظه ولله الحمد، الوالده وياي في البيت فشاله يعني كثير، واكون مطمنه حتى لو مثلا نص الليل اضطر اسير حق حاله ولاده او عمليه، مطمنه ان في حد في البيت. وابوهم جزاه الله خير ما يقصر، فهاي هاي الانفايرمنت هذا بالنسبة للبيت. وأنا ليش سألت دكتورة، لأن في أكثر من اتصال معك، أحيانا تكونين خارج البلد أو داخل البلد كذلك، أتصل كذا يكون يعني زوجك معك كذلك، ويبتدي عملية حتى إذا كان في تعليق على حالة أو تعليق على كذا، فيشاركك هذه الحياة اللي أنت تعيشينها. نعم. فهني أبغي حتى كذلك، أنا ليش حبيت أسأل هذا السؤال، أنا بغيت أستعرض هذا الجانب الاجتماعي اللي حقيقة جسد عن خروج نموذج جميل للمرأة الإماراتية قادرة على العطاء، نموذج جميل للأسرة الإماراتية المتكافلة. وأيضا يعني مثل ما أنت ذكرتي دكتورة، أن أنت تقومين بتدريس عيالك، تقومين بالاهتمام بهذا الموضوع، فواحد ما يقول أنه خلاص أنا عندي مسؤوليات عندي كذا، لا بهمل شغلة على حساب ثانية. فوايد فخورين دكتورة فيك كنموذج. أيضا آخر سؤال عندي دكتورة، طموحاتكم وآمالكم بعد هذا الفوز، وين إن شاء الله ناويين تروحون؟ إن شاء الله. أنا بس قبل الطموحات بعد جزء كبير أخوي محمود اللي يساعد على النجاح طريق العمل، ترى يعني هو جزء لا يتجزأ. أنا مثلا في البيت والمفت عندي فريق عمل، لكن في مكان عملي بعد فريق عمل قوي ويساعد، لأن صعب الواحد فقط يعني يروح يدير الموضوع، لازم يبغي له وياه طاقم يعني حاب يشتغل، متفاهم وطموح وبيجرب وبيسوي. فولله الحمد عندي ما شاء الله يعني في البيت وفي المستشفى ولله الحمد فريق عمل متميز يعني. وهذه واحدة من سمات القائد، دائما ما ينظر إلى فريق العمل على أساس أنه هو العصب في, 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 في النجاح دائما. طيب دكتورة، شو طموحاتكم وأمالكم بعد هذا الفوز؟ طموحنا إن شاء الله بإذن الله أن تكون هيئة الصحة دبي ودبي في مقدمة إن شاء الله المدن العالمية التي يعني يشار لها بالبنان وينظرون لها في أنها يعني تقدم أفضل وأكثر الخدمات جودة إن شاء الله، وتكون محط أنظار العالم من الناحية الصحية والعلاجية. إحنا اليوم نتكلم عن السياحة العلاجية، ومثل ما يعني نعرف أن رؤية دبي أن تكون إن شاء الله أحد الدول المستقطبة للسياحة العلاجية، فبإذن الله نكون في يعني أوائل الناس في هذا المجال بإذن الله إن شاء الله تعالى. الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، رئيس
رئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات. نحن شاكرين لك هذا التواصل ونتمنى لك إن شاء الله من نجاح إلى آخر. شكرا جزيلا لك دكتورة. العفو. إذن مستمعينا نحن منوقف مع فاصل، بعد الفاصل عندنا إن شاء الله موضوعين ما نتناولهم على عجالة في الجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. مستمعين، شهر مايو هو شهر حماية القلب كما يطلق عليه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم التركيز خلال هذا الشهر على نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية الإنعاش القلبي لإنقاذ الحياة. ولهذا قامت هيئة الصحة في دبي من خلال مركز التدريب العالمي بتخصيص شهر مايو لعقد سلسلة من الدورات التدريبية حول الإنعاش القلبي الرئوي في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها. نحن ننتقل وإياكم مستمعينا إلى مطار ما أدري عادة حين هل هو آل مكتوم في جبل علي ولا مطار يعني تيرمينال 1 بيكون في دورة الهيئة تنظمها، دورة الإنعاش القلبي في مركز المطار الطبي هناك. بنتكلم مع الأستاذ حمد محمود العطار مدير مركز المطار الطبي، موجود معانا ولا بعده؟ ما فصل الخط. انزين طيب بشوفه وين هو اصلا في اي مركز موجود، لكن طالما نحن نتكلم هني انا ممكن طالب قهوه لين حين ما وصلتني، فبخبركم عن القهوه اليوم. في دراسه نشرتها المجله الطبيه الامريكيه تقول ان كوبين من القهوه يوميا ممكن أن يقللون من احتمال الإصابة بمرض سرطان الأمعاء 25%. طبعا حسب صحيفة ديفيلت الألمانية فإن من يستهلك أكثر أي بمعدل كوبين ونصف الكوب من القهوة يخفض بالتالي من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء 50%، لكن نتائج الدراسة تعني فقط الأشخاص غير المدخنين. الدراسة سابقا أجرت بحوث لمعرفة إن كان هناك رابط بين استهلاك القهوة والتسبب في سرطان الأمعاء، بيد أن العديد منها لم يجد أي رابط مباشر بينهما. عموما نرجع إلى مركز المطار. حمد العطار مدير مركز المطار معنا على الهاتف، حياك الله معنا أستاذ حمد. الله يحييك. الله يحييك. أول شيء أنت وين موجود، في أي مركز؟ المركز المكتوم حاليا. اللي في جبل علي. طيب خبرنا شو اللي قاعد يصير عندكم هناك حاليا؟ عندنا اويرنس توصل للإنعاش القلبي في المطار بشكل عام والمسافرين. ما شاء الله الاقبال كبير اليوم، حدود اخر الاحصائيات 200 شخص لنا الحين ما شاء الله، ومع فحوصات الدم اللي هي السكر وضغط الدم ولا قياس الطول وكتلة الجسم. هذا من الساعة 8 أظن أنتم بديتوا. من الساعة 9 بدينا، نستمر لساعة 12 إن شاء الله. ممتاز ممتاز، عدد كبير ما شاء الله 200 شخص. أي نعم أي. طيب حمد أنا أدري يعني هذا اختصاص طبي شوية، بس أنا بأخذ معلومات رئيسية اللي تركز عليها الدورة، يعني بشكل عام أنتم شو اللي تعطونهم هنا غير الفحوصات؟ بشكل عام عملية الإنعاش القلبي المراحل الأولى إذا شافوا مريض صايح عندهم لا سمح الله في المطار أو موظفين المطار، الخطوة الأولى من البداية للنهاية شو التصرف في تصرف الستاف نفسه لين وصول الإسعاف الطبي. جميل جميل. الآن أبغى أتطرق أنا حقيقة عن مركز المطار الطبي. أنا ما تكلمت عن هذا المركز وما تكلمت عن الدور اللي أنتوا تسوونه، لأن حقيقة ما صار أن قدرنا نوصل لك، لكن زين يوم أنا وصلنا لك اليوم خل شوي نعرف المستمعين بالجهود اللي أنتوا تسوونها في 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 مجال التقديم الرعاية الصحية والطبية للقادمين لإمارة دبي والمغادرين من هذه الإمارة عبر مراكز المطار المتوفرة. ما نعطيكم بشكل عام مركز المطار الطبي شوي تكون عدد العيادات الموجودة. طبعا احنا تقريبا 5 عيادات متوزعة، مطار المكتوم عيادة، وفي عندنا في كونكورس 8
ولدي والترمينال سي، وحاليا العياده الجديده في كونكورس دي. طبعا نحن تبعيتنا تحت الدكتورة عليا مدير التنفيذي مستشفى راشد، دعم لا محدود منها. عدد الأطباء عندنا 26 طبيب مع التمريض، 70 ممرض وممرضة، إداريين 44 ممرض إداري. حاليا نحن قاعدين نعالج الباسنجر اللي هم المسافرين والقادمين سواء المغادرين، بالإضافة إلى موظفي المطار. موظفي المطار طبعا من 45,000 إلى 60,000 موظف. جميل. آخر الإحصائيات الشهرية من 2016 المعدل الشهري لعدد المرضى في كل العيادات من 2500 إلى 3000 مريض. جميل جميل. طبعا عندنا حالات تي بروح موظفي المطار بروح ميون العيادة، وفي حالات اللي هي ساعات كلار في المطار للجهاد الحراري طول السفر، فيس ريسبوندر يكونون الأسعاف يطالعون إذا محتاجين دعم طبي من عندنا، أطول الدعم الطبي يطلع من العيادة عن طريق الاتصال الموحد في المطار، أطول يطلع على البيشن نفسه في نفس مكان وقوعه. جميل جدا. حمد أنا يعني بطلب منك أنت تيني الاستوديو، أبغي أخذ تفاصيل أكثر عن المجهود اللي أنت تسوونه، فشوف لنا أي يوم تكون فيه فاضي إن شاء الله وتكون معنا في الاستوديو. نحن شاكرين لك أستاذ حمد العطار مدير مركز مطار الطبي على هذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. طيب مستمعينا أشواق، حاولي تتواصلين مع الدكتور عصام ظهير من مركز الثلاسيمي، وأثناء ذلك خليني أخذ في مداخلة أبو محمد. ألو أبو محمد معانا ولا فصل معه؟ ألو أبو محمد الله يخليك، ما عندي وايد وقت، إذا تسمعني رد علي. ألو. طيب ظهر أنه ما قدر نوصل حق أبو محمد. دكتور عصام موجود معانا على الهواء ولا بعد ما قدرنا نحصله؟ طيب نحن كنا حابين نتواصل مع الدكتور عصام، ليش؟ لأن العالم احتفل في 8 مايو باليوم العالمي للثلاسيميا، اللي يعد واحد من الأمراض الوراثية المنتشرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وطبعا يمكن زواج الأقارب هو السبب الرئيسي لانتشار هذا المرض، اللي بدأت نسبة انتشاره ولله الحمد بالتراجع قليلا في دولة الإمارات بسبب ارتفاع الوعي الصحي بالمرض وتطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج. فاللهم لك الحمد، يعني المرض يعني بدأ في الانحسار حقيقة في دولة الإمارات بشكل عام. أنا أتذكر كان وصلنا إلى نسبة 0% في إمارة دبي من بين المواليد، ما في عندنا حالات. طيب بما أن الدكتور عصام ظهير ظاهر أنه ارتبط بمواعيد معينة فما قدر يكون معانا عبر الهواء، فخلونا يعني نتطرق لبعض المواضيع الجميلة اللي كنت طلعتها، يعني كنت بتكلم عنها. يقول وفاة أحد الزوجين تترك آثار صحية على الآخر، هذا ما أدري آثار إيجابية ولا سلبية، شوف الخبر شو يقول. يقول أكد العلماء أن وفاة أحد الزوجين تزيد من خطر إصابة الباقي على قيد الحياة باضطرابات ضربات القلب بنسبة أكثر من 50%، حيث نشرت مجلة أوبن هارت مقالة تفيد بأن وفاة أحد الزوجين تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهي الحالة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مميتة للإنسان بنسبة 57% في الشهر الأول بعد وقوع الوفاة، والخطر الأكبر هو على من بلغ 60 من العمر. توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل بيانات أكثر من 160 ألف شخص تم اختيارهم على أساس الجنس والعمر ووجود أمراض أخرى وفقدان أفراد الأسرة في الفترة من عام 95 إلى 2014. كما تبين أن مستوى الخطر يبقى عاليا خلال فترة يعني تعادل نحو عام واحد، ثم
ترجع الأمور إلى طبيعتها. واتضح أن العازبين هم في خطر أكبر بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم أطفال، ويرجح العلماء أن يؤثر فقدان الزوج على تطور المرض بسبب الإجهاد، مؤكدين بذلك أن وفاة الشريك في الحياة تعتبر من الحالات الأكثر إجهادا. تذكر قصة كنت قارنها، تكلم عن اثنين أصدقاء في إحدى الدول العربية، فمن كثر ما هم الاثنين يعني مع بعض دائما في حياتهم في كل شيء، واحد منهم توفى، الثاني لحق على طول اليوم الثاني. فأنا أعتقد هذا الموضوع حتى مو بس على الأزواج، لا هو على شريك الحياة بشكل عام. مستمعينا، أنا هني في البرنامج أبغي أركز على شغلة مهمة حقيقة. تواصلكم معنا في هذا البرنامج عن طريق الرسائل النصية، عن طريق الاتصال، وايد مهم بالنسبة لنا نحن نتعرف على مكامن القوة ومكامن التحديات التي يمكن أن نتغلب عليها في تقديم الرعاية الصحية بشكل سليم، سواء في مستشفيات الهيئة، سواء في القطاع الصحي والطبي في إمارة دبي، كل ما يتعلق الصحة نحن نبغي نسمع منكم. هذا البرنامج مثل ما نقول دائما هو موجه لكم مستمعينا، نحاول قدر الإمكان أن نستقبل فيه ملاحظاتكم اتصالاتكم، لأن ناخذها بعين الاعتبار. قنوات التواصل مع الهيئة عديدة، لكن هذا البرنامج دائما ما نقول أنه هي بوابة تفتحها هيئة الصحة لجمهور المتعاملين. نحاول من خلال هذه البوابة أن نواكب متطلبات المتعاملين مع طموحات الهيئة في الوصول إلى المراتب العليا. إنجازات كثيرة تتحقق، نحن ما نبغي يعني نستعرضها بشكل بس أن البرنامج هذا يكون فقط لعرض إنجازات الهيئة، يمكن هذا جزء منه، لكن في الأساس نحن سوينا هذا البرنامج عشان نتواصل فيه معاكم. نبغي نشوف انطباعاتكم، نبغي نعرف شو الأشياء اللي ممكن تخلينا نقدم خدمة أفضل. يعني الكمال هو لله أكيد، يعني دائما ما نقول أن ما في شيء كامل أبدا، لكن نحن نسعى أن نتقدم إلى المراكز الأولى، هذا هدف عندنا خلاص. ما في مجال أن نحن يعني ما نكون في المركز الأول، هذا هدف لازم نحققه. في توجيهات وفي فرق عمل تعمل على هذا الشيء، لكن أيضا عشان نثبت هذا الموضوع، علشان نعرف أن نحن ماشيين على المستوى السليم، لازم نسمع ملاحظاتكم، لازم نسمع الأشياء اللي أنتوا ترغبون فيها، اقتراحاتكم ترى وايد مهمة، سواء عن طريق البرنامج هني مستمعين، عن طريق وسائل التواصل مع الهيئة. في عندكم 800-342 اللي هي 800-DHA، هذا الرقم المباشر اللي ممكن تتصلون فيه 24 ساعة على مدار الأسبوع الخاص بمركز الاتصال. عندكم يعني طرق التواصل مع قسم وصل صوتك اللي هو قسم الاقتراحات والشكاوى. أيضا عندكم كذلك يا ربي اللهم صل على محمد، نسيت اسم المبادرة، لحظة أنا عندي الابليكيشن على التليفون، أعتقد أخبركم عنها، لأن مبادرة جميلة يعني أتمنى أن الكل ينزل هذا الابليكيشن اللي هو نشوف MBR اللي هو المبادرة اللي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت خاصة بالاقتراحات. أتمنى أنكم تنزلونها وتتواصلون مع كافة الدوائر الحكومية في دبي، مو بس هيئة الصحة في دبي. طيب نتمنى نحن إن شاء الله نكون قدمنا مادة علمية جميلة اليوم، فيها من
المعلومة الصحية فيها من التواصل مع المعنيين في هيئة الصحة بشكل أو بآخر، وأيضا فيها عدد من الأخبار اللي قريناها واستعرضنا مجموعة من الدراسات. هذا السكر اللي في القهوة وايد عالي. تعرف أن السكر ممكن يكون أيمن إدمان، وإدمان علاجي يكون وايد صعب، وممكن علاج يكون وايد أصعب من علاج إدمان التدخين. ما شاء الله عليك. يقول أيمن من 3 سنوات ما أخذ حبة سكر واحدة. العلماء مستمعينا قالوا أن الإكثار من تناول السكريات ممكن أن يسبب إدمان، ويعني علاج هذا الإدمان من الصعب أن الواحد يتعالج منه مثل التدخين، لأن اللي يدمن على الحلويات فيه هرمون يرتفع عنده اللي هو هرمون المتعة، مستوى الدوبامين. هذا هرمون المتعة هو نفس الشيء اللي يحصل عند إدمان التدخين. الواحد يستمتع بالحلويات مثل التدخين. فالفكرة وين؟ أن اللسان يستوي وايد متعود على الحلاوة أثناء تناول هذه السكريات، فيزيد التركيز المعتاد من الدوبامين، وأيضا إذا قلل ممكن يحس باكتئاب فيصير مدمن على السكر، ويخليه يعني التخلي عن تناول السكريات ممكن تكون وايد مسألة صعبة. أنا ما أدري، أنا أحس أن عندي هذا الإدمان. حاولت والله أترك السكر أو حقيقة الحلويات، لكني أستمتع، عندي هرمون المتعة في السكريات. بحاول أقلل قدر الإمكان، وإن شاء الله يعني يقولون أن هذا علاج سيكولوجي أكثر من أن علاج عضوي. إن شاء الله إن شاء الله. الحين حتى أيمن أشواق قامت تأشر معاك لأن البرنامج خلص. عموما مستمعينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. نتمنى لكم إن شاء الله قضاء يوم سعيد وفيه الكثير من الإنجاز، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع قادمة. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج كان معنا الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التنسيق معنا الأخت أشواق مسعد، وكل الشكر لفريق الإعداد في قسم الإعلام. وإن شاء الله يا رب تكون أيامكم كلها سعادة وتفاؤل، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.